منذ أيام تشهد مديرية القبيطة بمحافظة لاحج معارك عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع. الميليشيا التي كانت قد سيطرت قبل أيام على بعض المواقع الاستراتيجية في المنطقة تسعى إلى العودة إلى المناطق التي طردت منها قبل أشهر وتحقيق نصر على الأرض يؤهلها لفرض رؤيتها في المشاورات السياسية القائمة في الكويت منذ شهرين. مصادر محلية أكدت أن الميليشيا سيطرت على منطقة المغنية والكرب ونجد قفيل القريبة من جبل الياس القريب من مدينة طور الباحة في لحج، فيما لا تزال المعارك العنيفة قائمة في منطقة نقيد الوزف في الجنوب الغربي لمدينة كرش، حيث استهدفت طائرات التحالف تجمعا للميليشيا بمنطقة الحويمي شمال بلدة كرش. وتحدثت الأنباء عن سقوط أكثر من 10 أفراد من الميليشيا في الغارة. وقالت المصادر أن الميليشيا المتمركزة في الشريجة والراهدة قصفت مواقع عسكرية للمقاومة بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون، كما أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى المزراع والأشقب، إلا أن مدفعية الجيش الوطني والمقاومة تصدت لها. وفيما يتوالى سقوط البلدات ومواقع المقاومة في القبيطة ووصول الميليشيا إلى مواقع تمكنها من استهداف أطراف مدينة عدن، لا تزال السلطات الشرعية تقلل من خطورة هذه التطورات وترى أنها لا تشكل خطرا على مواقعها. قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف اليافعي قال إنه لا يوجد تهديد على قاعدة العند الاستراتيجية على الرغم من أنها صارت على بعد كيلومترات فقط من مواقع الميليشيا، لكن الأحداث على الأرض تؤكد أن الخطر أصبح حقيقيا هذه المرة ويحتاج لتدخل قوات الجيش الوطني إلى جانب المقاومة التي تعاني من نقص الإمكانات والقوة اللازمة لمواجهة الميليشيا.